كده نستمتع بهذا اللقاء وفتح اللقاء بلابيو. يا ولد شوطة حلوة حاجات بقى بتاعت اول ربع ساعة ويخش شوطة حلوة فوق العرضة بايه يا دوبك بوجلبان وطبعا مراد محجوب محمد عبد الله وبيعدي تاني بره وعايز يعدي ويلعب كرة بالعرض خطرة ويطلع وائل جمعة بره ضربة ركنية كان وراه عصام الحضري لكن من ناحية الشمال معدي وعبها حلوة النفطي لكن يا ولد وماشي وائل جمعة كله بيلعب عن طريق نص الملعب عشان يفتح الثغرات من نص الملعب الطويل عند فلافيو وفلافيو بيردها لابوتريكا وحلو ويلعبها لكوت ويسيبها لحسن مصطفى وماشي نادي الاهلي وماشي حسن مصطفى وهوبا هارد لك يا حسن مصطفى وعايز يعدي وعايز يعمل اوفر خطر ممكن عصام المرداسي لعبها له حلو محدش كان معاه بص عملها له ازاي استنى هو راح لعبها له خطره جدا عصام المرداسي مفيش حد معاه خالص خطره جدا ولعبها في الارض على شبنا هيشوط عصام وبره عصام المرداسي يعني مقفول جامد قوي عشان كده اللي هيلعب على الجنبين هو اللي هيبقى اخطر ويلم وشوطة من بعيد لبعيد بعيد على طول عصام الحق هيلعب رمية التماس السواقسي واتلعبت على طول ويطلع على طول وخطرة على الجنب وعايز يشوط وشوطة على طول ويحرصها عصام الحضري وادي مستر مانويل والجهاز هينزل اهو مكان اكوتي بس يعني جزء والله عمل مجهود كبير منسى وقام بدوره 10 على 10 من وجهة نظري مشرقي بيلعب الكرة على الأرض على طول اسمه وترد الكرة تاني ويعدي بيها وخطرة وعصام الحضري بيلعب ضربة المرمى وأبو تريكة لعماد متعب يغمزها لفلافيو وماشي فلافيو هوبا لحقها بطرف ايده يا ولد يا فلافيو حلوة مفاجأة محدش كان متوقعها ويحط ايده ويلعب الكوره على طول عصام المرداسي خطره يا الله طبعا وادي الجماهير بتاعت الصفاقس في الملعب طبعا الان لكن 0-0 دي برضه لصالح الصفاقس هل مستر بانا وجوزيه ولاعيبه النادي الاهلي هم حاسين ان الوقت بياخدهم على طول واحد ما مش سايبه ويلعب الكوره لفلافيو الله وترد الكوره ثانيه وراح لها محمد عبد الله ويخش على طول ويلحق الكوره ويرجعها ورا ثاني لعماد متعب وعماد ملعب بيصالحها لورا وحسام عاشور يا شوطه حلوه يا ولد شوطة حلوة وصدها حسام عاشور راجع معاه ويغير اتجاهاته ولمساته خطرة جدا لازم بص لعبها ازاي وعصام الحضري ورفعه ولا ما رفعش ولعبها لفلافيو ويلمها حلوة وعايز يشوطها في ايد احمد جواشي لكن بيروح للجون كتير لتالت واحدة ويروح بيها على الجون التالتة اهو ويمسكها حارس المرمى احمد جواشي لكن بيرفع وتتقطع وهجمه مرتده لنادي الصفاقس وخطره اسمه رايه وصفاره رايه محمد عبد الله عمل شغل كويس قوي التغيير الثاني في الدقيقه 20 من زمن الشوط الثاني اسلام الشاطر لنادي الصفاقسي مستر مانويل جوزيه اهو وطبعا الماتش بالنسبه له كده داخلين على الدقيقه 20 لعبها لفلافيو ولعبها حلوه لشادي ما يلحقهاش لا والله يلحقها شادي ومعاه فتحي الغربي ويلعب كره حلوه الله يا عباد يا متعب ولعبها باليد حلوه خطفها من وسطيهم بص الاوفر وبص النطه وبوسطيهم ولعبها باليد حلوه رياض
ما خلاص بقى قال لك يعني لازم اهاجم. الناحيه الدفاعيه مش مهمه دلوقتي. الجماهير قاعده، جماهير نادي الاهلي ايه في المدرجات كله بيبص في ساعته طبعا الان طبعا. لكن يعني والله نادي الاهلي الشوط الاول ضغط وكان هو اللي ماسك الكرة اكتر ومستحوذ الكرة اكتر، والشوط الثاني هو دلوقتي ماسك الكرة اكتر. ابتدى نادي الصفاقسي بيلعب بقى على التعادل صفر لعماد متعب. شوف نادي لعيبه الصفاقس بيرجعوا على الكرة على طول لوائل رياض، وائل يلعبها لعماد متعب، وعماد متعب بيلعبها وتروح احمد شديد قناوي، احمد شديد قناوي وترجع تاني على طول لفلافيو. فلافيو هوبا يا 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 فلافيو يا فلافيو يا الرابعه كانت هتبقى هي، كانت هتبقى هي رابع شوطه ليك. شوطه حلوه 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 يا في العارضه فوق وبيرجعها بضربه راس داني ابو تريكه. في ضار فرصه برضو شايفين حكوا طبعا لورا عشان يستلم ابو تريكه لفلافيو. يا ولد يا ولد يا فلافيو، يلعبها لعماد متعب لواء الرياض، لواء الرياض يلعبها لاسلام الشاطر وجامده وضربه ركنيه وضربه والاوفر، ولا يلعبها بالارض تاني لواء الرياض، لواء الرياض لواء الرياض وبيغمزها ابو تريكه وتطلع الكوره بره. شوف الحكم بيديها يلعبها اماميه وماشي تاني على طول حسام عاشور يلعبها لعماد متعب، عماد متعب بيلعبها لورق الرياض، ورق الرياض بيلعبها لاحمد شديد قناوي، واحمد بيلعبها لفلافيو، فلافيو فلافيو ضربه ركنيه. يا ولد يا ولد يا ولد، ايه القنابل اللي طالعه دي؟ ايه القنابل اللي طالعه دي؟ ايه القنابل؟ حسام الحضري ويلعب الكوره وطويله يا عدت بالدفاع اتاخر. شوفها تاني اهي، شفت لعبها فلافيو وقلشت من عصام واتلعبت الكوره على طول عند شادي، شادي شادي وماشي شادي وبيعمل الاوفر عاليه ويطلع يلعب الكوره تاني على طول وتترد وهوبا جول جول ابو تريكه جول 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 يا ابو تريكه يا يا عجور يا فلافيو يا ابو تريكه يا مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن يا عكوره يا عكوره اتلعبت حلوه 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 يا يا عكوره يا اتردت لابو تريكه وايه برجله الشمال وهاتها من الشبكه يا احمد جواشي. كرة حلوة واتردد، شوف شوف لعبها له ازاي وحلوة يا من قرب ابرة يا فلافيو ابو تريكة وقرب ابرة جوه الجون جوه الجون جوه الجون يا ابو تريكة جوه الجون. مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن. وفي ايه؟ في الدقيقة الثانية في صفاقسيا وبيقولوا له ارجع مكانك تاني، بيلعب الكرة طويلة وترد لورا على طول بيلعبها مشرقي ويصفر الحكم عشان يفوز نادي الاهلي ببطوله افريقيا للمره الخامسه والثانيه على التوالي. مبروك لنادي الاهلي، مبروك لنادي الاهلي، وارض لك لنادي الصفاقسي يا ابو تريكه يا فلافيو، ليكوا حق يا اولاد، فوز كبير جدا 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 ومباراه رائعه من الفرقتين حقيقي صفاقس والاهلي. ولكن نادي الاهلي لعبها تكتيكيا 10 على 10 وضربه راس من فلافيو وشوطه من ابو تريكه ضرب الدوري الافريقي والثانيه على التوالي النادي الاهلي. هارد لك لنادي صفاقس ومبروك لنادي الاهلي. محمد صديق وعشان يهاجم وفعلا قدر ان هو يهاجم، لكن نجم المباراه فلافيو وحسام عاشور حقيقي الاثنين دول عملوا شغل. بتحيي جماهير لعيبه النادي الاهلي، دي الروح الجميله جدا، واخوات عرب بيلعبوا مع بعض وحاجه جميله ان فرقتين عرب في بطوله افريقيا بيلعبوا على المباراه النهائيه ويفوز فيها للمره الثانيه على التوالي نادي الاهلي. ادي ضربه الراس اهي وهوبا 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 وهو جول جوه الجول في خرم ابره يا ابو تريكه، في خرم ابره يا ابو تريكه. واريس بيجو البنز اعلان طبعا والله لعبوا ماتش حلو قوي، لكن الكوره دي مش ممكن. شادي شادي عماد فلافيو ابو تريكه خرم ابره داخله من حته ايه مش ممكن
مش ممكن مش ممكن مش ممكن. جون جميل جميل جميل. ياه ياه، مبروك مبروك مبروك.